مرحبا حياكم الله جميعا من اعلاميين واسلاميين و مرحبا حياكم الله جميعا من اعلاميين واسلاميين بمن حضر القصيم صحيفة النخبة من القصيم صحيفة النخبة من القصيم ما شاء الله تبارك الله تواجدوا اشكر الجميع اشكر جميع مدراء الجروبات ما شاء الله جزاهم الله بخير حضروا في هالفعالية الجميلة نشكرهم جميعا ومرحبا بكم هذا ابو رغد ما شاء الله منورنا اليوم اهلا وسهلا يا ابو رغد ما شاء الله ما شاء الله اليوم حضور تواجد حضور افتتاح محل الممثل خالد المنقاح وتواجد الحضور اليوم للافتتاح ما شاء الله ما شاء الله متواجدين الان احنا بالرياض في افتتاح محل الممثل خالد المنقاح ما شاء الله الى عندكم الحضور وهذا المحل ما شاء الله اللي واضح قدامكم هنا ما شاء الله يا سلام ما شاء الله ما شاء الله تحية كبيرة لمبة قلبة نرحب بنجم السوشيال ميديا طبعا والله كلكم نجوم وكلكم على راسي ونحيي الجميع ابو راغب الراغبين 511 ان قال اكذب والله لا اكذب اللي يقولها الشاعر خالد المنقاح اكذب حبيبي حبيبي نرحب بسناب المملكه عفيف نرحب بسناب النخبه نرحب كل الضيوف نرحب باستاذي الغالي نرحب رايد الجيلاني نرحب بكتكوته نرحب بالاعلاميين اللي شرفوني اخواني وخافي اخوي استاذي ابو راشد يا مال العافيه طبعا في نجوم السوشيال ميديا جايين الحين فنقول انت انتظر خمس دقائق وفي نجوم ممثلين ان شاء الله نرحب يعني اني وراك تاخرت ما ينعاد والله يا لبا قبل تجي تسلم على الرجال ابى اعرفك عليه خلاص يلا احنا الميديا نحن الحمد لله يشهد الله يشهد الله بدون اي مقابل فقط نرعى الاسره المنتجه اخواننا السعوديين بجميع الاشكال في ناس تقول لك في جنوب الرياض في شمال الرياض كلهم عيالنا يقول لك انا ما اروح الا مكان لا عيالنا انا اتشرف اخوي حابس الشمري وزوجته هيام ويعطيكم العافيه كلكم والله يوفقكم ويرعاكم واحنا معكم دائما قلبي وقالب اشكر رجال الاعمال اللي شرفوني اشكر الغاليه فاقسة الثمامه كتكون الاعلاميين هناك مودي والله الفنانه فيلم كيف الحال الفنانه نجمه رنده تحيه كبيره رنده يحيى مصر الله اكبر يعطيك حافيه جميعا لازم الدعابه في طبعا ننتظر شوي ايش رايكم خمس دقائق ونقطع التربه اللي عز خالد المنقاح طلب واحد الضيوف اللي جو شرفوني الجمعيه الله يجزاه خير اخوي رجل الاعمال الله يعطيه الف عافيه ما قصر وهذه ليست غريبه طبعا معنا حماده العراقي عمودي عنده مطعم عراقي الله يحييكم على طريق بلاش من العالم اللي هنا بلاش خلاص وانا عارف يا ويلي طلعه ها يعطيكم العافيه ها قلت نسمع منه قصيدة جميلة بمناسبة الافتتاح وبمناسبة شبابنا على هالمحل الجميل يعطيك العافية شيخ فواز نبعث قصيدة غزلية وقصيدة من ذوقك تفضل اخوي فواز الجبعة من الشيوخ طبعا معلك زود الله يحييك ويبارك فيك بارك لكم ان شاء الله ويوفقنا وياكم جميعا يمين دوك الكتاب ووصلها للحبيب وقل له على حالة الولهان وشلونها يميم قل له ترى لي صار شيء عجيب اسودت الارض فيني وبدت حزونها يميم عجل في وسط القلب جرح عطيب ضاقت حياتي وشانت واختلف لونها امشي مع الناس لكني سوات الغريب اصبحت لاني والحروة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم على الضيافة. أحسن أشكرك على الضيافة وعلى الحضور ولا يكون كل البلاستيك.
الله يسعدكم ويوفقكم يا رب. جيبك عند التوفيق. يا عبد واحدة يعلمني. يلا يعلمني المنقع. يا نني المنقع. نحييه ونحيي الرجل الأول في الإعلام، الرجل الجميل، الرجل المتألق أبو خضير اللي شرفني. يعطيه الحياة أبو خضير. أعطونا الصوت، الصوت مرت واطي. بلاستيكات علي إبراهيم أجل إن شاء الله تنطوني بلاستيكات الصوت. ننطيك يا بياض ويا ياض ويا ياض يا حبيبي يا مزيون. ولك والله ويكفيك شر العيون. ولا لا ولا لا مين علمك دربي الهجع العم. يا الاغنيه اللي متزوجها ايش تقول؟ كيف تغازل؟ كيف تزعل عليها؟ وتقول ابو خدير يا ربي ايش هذا؟ انت ما في كويس؟ ايش يا هذا كذا كذا؟ بعدين حليله كرتون اندومي كان فيها شعر. ما تصرف واجد. لا لا وظهرها شحن ابو سوا. روح انا وياها ونتمشى. يا ربي ايش هذا؟ بعدين رحت لليمن السعيد. ايوه واخذت لي يمنيه. ايوه اليمنيه ضامره حلو وحلوه حلو وجمال. نعم والصبح الريوق. نعم والخدمه. ايوه والموال الزين. ايوه يقول العود لامين ترنم يجرح قلوب حزينه وزين لامين تكلم. الله بيني وبين الشباب كله بينا والله العظيم مشكورين مره يعطيكم العافيه. ها نقول بسم الله بدر القصيم وشاهدها الجميل فواز الجبعه. شكرا على حضوركم بدر القصيم. حابس الشمري يعطيك العافيه. زين على الحل الجميل. نحييه ونحيي حرمه ان شاء الله ونحيي تحيه كبيره وهذا المشروع اللي بدوه بلوكه بلوكه ولا نقول تايت تايت. الله يوفقكم ان شاء الله. ابيك الله يوفقكم. نعم بالقنايا ابو طيب يبغى يدك معنا طلب لك. شرفنا والله. يلا ولد هواي. يلا ابو مغير. يلا اعطونا الشباب والاخوان. يا ليت بس الرجال من هنا. تعال تعال ابو خضير. انا خش يدك ابو خضير. انت هذا انا والله كنت ودي يديكم كلكم والله. الله يحفظكم. وهذه بس بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجعل ذات الخير. ما شاء الله 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 ما شاء الله. مبروك مبروك مبروك. الله يجعل ذات الخير. مبروك. يعطيكم العافيه ومره شكرا. وترى جميع اللي في المحل عرض كلنا قالت يا عبد الله. طبعا في خصم خاص ولك 10 علمون ما بيت الهد دايفو او شافك كنت خطه ضيعه. شافك كنت خطه ضيعه. ما ادري سكت الحين ادري سكت. ولا اقول عرفني بيوم لابس عبايه شغل الدين. ولك والله تبرق من بين جتوف. الله يعطيكم العافية أبو خضير. نرجع نقول أخوي حابس وحرمه متبرعين بريال للجمعيات الخيرية لجمعية إنسان. يا أبو قلتك تم. يعطيكم العافية. تم يستاهل يستاهل. وانتظر تقطع الكيك. والله يعطيكم العافية وشكرا على كل من شرفني. وهذه مش غريب عليكم. ابو حدة غالي في بيتك. الله يسعدك والله ان عزم اللي يجي ان شاء الله مره شكرا. بس بعيد عنا ابو حدة تفضل بما كلمه حلوه. طبعا ابو حدة من نجوم السوشيال ميديا ما شاء الله تبارك الله ومن الشباب اللي عنده قناه ودائما يشرفني. وهذه ليس غريب عليه. الاخوان اللي جو جدا من النجوم يا ليت يعرفوني لاني صار عندنا نوع قليل من ال. وين راح؟ تفضل يا ابو حدة. رحب ابو حدة ما شاء الله عنده محتوى جيد ما شاء الله رسالة دائمة. يعطيك العافية حبيبي الله يسعدك. كلمة بخصوص الفرع المحل اخواننا اخواتنا كمحل وطني. اول شيء مساكم الله بخير. شكرا على الدعم الحلو. يا طالب توفيق ان شاء الله. خليني اروح لذاك اللي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف حالك؟ الحمد لله. أنت من فين يا ولد؟ أنا من الطنطا.
بقول لك يا ده انا خدمت بالجيش 30 سنه انت انت يا عم انت قصير انا رفيع اطلع فوق الكرسي الله طير يا طاير وعندك جناحين واقسم الجناحين بيني وبينك والله انت انت وردة ما شاء الله ما شاء الله افتتاح ما شاء الله الله يوفقكم الله يوفقكم ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله الله يسعدكم ان شاء الله الان بداية افتتاح المحل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله افتتاح المحل زي ما واضح قدامكم الان ما شاء الله تبارك الله بداية افتتاح المحل هلا والله يعني اني شو اخبارك؟ شباب يجيبك معي للقصيم الله يسعد ويوفقك تجي القصيم ولا لا؟ باذن الله ان شاء الله انت متى ننتظرك؟ بس لازم يجيب معه شو اسمه؟ تجيب معك منهم؟ تجيب معك منهم؟ قوية كله معك دائما منهم؟ منهم معك؟ ها؟ منو تجيب معك دائما؟ منهم؟ بعدين ما شلون بعدين؟ هي مع الواحد لا هذا اسطوره يعنني يعنني سعد حبيبنا ممثل خادم من قاع الله يسعدك اول شيء الف شكر على الدعوه اللي ارسلتها لنا للقصيم وجينا حبيبي ان شاء الله هي يشهد الله عفو عزيز خالد وعز من يجي والله الله يوفقكم هذا ما يغرب عليكم الله يسعدك حبيبي الله يسعدك احنا دائما واقفين دعم شبابنا وبناتنا على المشاريع الوطنيه الجميله الله يحفظك باذن الله اذا في احتفال في حفل وطني او في خيري يشرفني شرفية والله العظيم يا طيب ما شاء الله يعطيك العافيه الله يعافيك احلى تحيه جان اثنين عطوا تحيتين احلى تحيتين جان لا يجيب ترى يقدم عليك زياد لو زعل مشكله ما يعرف لا اسطوره ولا خلاص جمع اسطوره وبراغد والله العظيم خلاص خدمت يا هلا والله هلا والله براغد منور الحته يا براغد انت نور يا ابو يا حبيب قلبي والاعلام زياد بعد احنا مخلينه هذا الممثل المبدع يا حبيب قلبي بس ما بين مع خالد عبد الرحمن نكمل ان شاء الله ايه ان شاء الله طبعا حصلت الشخصيه المعروفه ابو خضير هلا حظك هلا بيك هلا يا هلا والله ابو خضير وبجيتك هلا يا سلام يا محبوب الشعب يا ابو رجل الذهب النا يبلك يا اس واسمنا يلوق لك الله الله يعطيك العافيه شكرا لك طبعا كانت هذه بعض من تغطيتنا لكن شوي باذن الله ان شاء الله راح اغطي لكم الشيء المستفيد في افتتاح هذا المحل اللي انا الان متواجد فيه ما شاء الله اكثر من بداخله بالجمعيات وهذا المحل زي ما تقولون يعني مستودع كبير وهذا نبذه عن بعض المحل وما يحتوي هذا المحل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زي ما واضح قدامكم هذا افتتاحه اليوم المحل ما شاء الله ونبذه من هذا المحل اللي انا قاعد الان اصور لكم طبعا قبل النهايه وقبل الختام رئيس مجلس الاداره محمد محنشي جمعيه تدوير الفائض وحفظ النعمه حياك الله اخوي محمد ويا مرحبا واهلا وسهلا وقبل الختام حبيت انك تعطيني تفاصيل عن هذه الجمعيه وش تقدم الجمعيه وتفاصيل اكثر جمعيه تدوير الفائض وحفظ النعمه تنطلق من ثلاث محاور اساسيه عندنا محور توعوي بحيث نوعي الناس باهميه حفظ النعمه والحفاظ عليها والمحور الثاني هو محور يهتم بحفظ النعم نفسها نقدم مجموعه من المبادرات والبرامج لدعم الاسر المتعففه والاسر الفقيره واليتامى وغيرهم المحور الثالث هو محور التدوير وهنا نحاول ان تكون عندنا مشاريع مستدامه في التدوير نقدم فيها مجموعه من البرامج نقدر ندعم فيها برامج الجمعيه وايضا ندعم فيها الاسر بشكل عيني او بشكل مباشر طيب اخوي محمد مقر الجمعيه في مدينه الرياض احنا اخترنا تكون على مخرج 18 بحيث تكون قريبه من الاسر المحتاجه والاسر اللي هي مستفيده منها ما شاء الله غالب الاحياء في جنوب شرق الرياض في كثير من المحتاجين لا لها فروع اخوي محمد لا هي الان هذه انطلاقتنا هذه الفرع الرئيسي للجمعيه
وان شاء الله خلال الفتره المقبله حسب الحاجه نبدا نتوسع. رئيس مجلس الاداره محمد محنشي، جمعيه تدوير الفائض وحفظ النعمه، الله يعطيك العافيه وشكرا لك. يعطيكم العافيه وشاكرين لكم، وان شاء الله نشوف جمعيات اكثر في الرياض في المملكه لانها تخدم هدف جليل وكبير، وكل الشكر لكم. شكرا. تركي السدحان يا هلا والله، ارحب مليون ارحب مليون يا هلا والله تركي، هلا والله. متى تجينا القصيم؟ والله بجيكم، انا احب القصيم. اه قلبي في القصيم اوي لا، عشان اعطيك كليج واعطيك اي لا بجيكم، ما خليت مكان في القصيم، البكيرية وبريدة وعنيزة يا زينكم والله يا حبيب قلبي، ننتظرك يا جاي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. هلا هاني، شلونك يا بدر؟ طيب كيف الحال؟ يا هلا والله، والله سعدنا اليوم شوفت بدر والله يا حبيب قلبي، شلون صحتك؟ اشرف لي والله. سلم لي بالله على متابعينك. وين ياسر؟ هذا ياسر يطلع بالصورة معنا ولا ما يحب يطلع؟ يطلع ياسر، تعال ياسر، تعال ياسر، الله يوفقك كاوي الشمال، الله يوفقك ياسر. شلونك ياسر؟ يا هلا عساك طيب، شرفنا والله بالحوات الغانمة والله، اننا فخر صراحة بمعرفتهم والتحدث معهم حبيب قلبي. نبيك القصيم تجينا متى؟ والله القصيم ان شاء الله انا مرتب انا وحيد والعيال نجي القصيم قريب. اه وبيد الله عاد انا احبك ليش الله جد والله والله. تطلعين مع احد هناك ولا نستقبلكم؟ والله فيها المخرج والمنتج محمد اليحيى، محمد اليحيى ابو سلمان، ابو سلمان والله من ريال عنده، الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك ان شاء الله باذن الله نجيكم حبيب قلبي والله. هذا الممثل وحيد العبد الله، يا هلا وسهلا، يا هلا يلا حي وحيك. يا هلا والله، يا هلا والله، شلونك عساك طيب؟ والله الحمد لله، كيف الحال؟ كويس حاط فلتر حلو يطلعنا حلوين يعني. انا وياك انا بس انت حلو انا يعني شوي. لا بالعكس والله، والله البشره ما هي بعيده، شوف والله ما هي بعيده يا حبيب قلبي. شرفت فيك والله، انا اللي شرفت فيك يا حبيب قلبي. عقاب وعيد عيال شاعر المليون، نيف حصان ونعم والله. انتم توم الحين شو انتم؟ ما تشوف الكبير؟ ها؟ ما تشوف الكبير؟ والله اتوقع انت صح؟ قل والله ما عليش رجال. ما شاء الله عندكم توك توك وعندكم مبدعين ما شاء الله، والله يحسبكم توأم، الله يوفقكم، موفقين خير ان شاء الله حبايب قلبي والله. عقاب اتحداكم تعرفون لهجتي منين؟ واضح واضح. ها؟ قل والله. والله العظيم وش خلاك تعرف انها قصيمي؟ اللهجة اللهجة ما قلتها انا طيب، ولا ابو سليمان ولا قلت شيء طيب، شلون عرفتوني؟ معروف اللهجة والرجال يا حبيب قلبي والله، حبايب قلبي والله، الله يوفقكم، تجون للقصيم؟ متى؟ حياكم الله حبايبي، والله ما شاء الله عليهم، الشباب عرفوني من القصيم، ابشر بالكليجة وانت ابشر بالرقم. وصول حبايب وابناء اصول، اهل كرم اهل جود، تعرفون القصمان، تعرفون اهل بريده الرياض الخبراء، يا مرحبا ومسهلا باهل الرص واهل الكيريه عنيزه، الخير كله الخير كله يا هلا والله معايد، سبكتني بالطيب، الله يكرمكم يا اهل القصيم، كرم من الرحمن اللي سمى ارضكم بريده، الماء فيها بارد والجو فيها بارد والناس فيها طيبين، طاب طيبكم واش حبيبكم وذكروا والله شيوخكم وعلمائكم على رأسه. يا من العافية والله يوم يا معايض يعطيك العافية معايض، شكرا لك. طبعا أعتقد أني خلاص خلصت معاكم هالتغطية الجميلة اللي وصلتنا دعوة، وتشرفت اليوم بوجود ممثلين ومشاهير ومشاهير سوشيال ميديا، كل الشكر والتقدير يرسل لي الدعوة وجيت وحضرت، واللي أنا أرسلت لهم الدعوة واعتذروا وما قدروا يجون أبد، هذا صاحب الحلال حابس الشمري ونعم. يا هلا والله حابس، أول شيء ألف مبروك افتتاح محلكم اليوم، هذا أولا. ثانيا صراحة شيء جميل أن نسمع أن الأرباح من المحل يروح للجمعية الخيرية ويروح لدار الأيتام. دار الأيتام تفضل. الحمد لله ولله الحمد، عندنا المبادرة دي لوجه الله تعالى سبحانه، سبحان الله، يطلع اي مبيعات من المحل، اي قطعه تطلع من المحل، اي مبيعه يروح منها ريال الجمعيه الخيريه وريال يروح للايتام. ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. عندنا مبادره ثانيه للاسر المنتجه، عندنا عرض الاسر 50% للاسر المنتجه، ما شاء الله، عرض لمده شهرين 50% للاسر المنتجه. كيف يعني تدعمون الاسر المنتجه؟ يعني ندعم الاسر المنتجه، ندعم شغل الوطن، واي شيء اي مواطن داخل نفس مشروعنا ولا شغله تحتاج مشروعنا احنا داعمين اولا معه. ما شاء الله
الله يعطيك العافية أخوي حابس الشمري، شكرا لك وشكرا لك على المبادرة الجميلة، والله يوفقكم ويطرح لك البركة في هذا المحل الخيري. الله يعطيك العافية، شكرا لك أخوي حابس. طبعا كانت هذه نهاية تغطياتنا. أنا ما أدري والله ترى من القصيم ولا عارف الطريق، وش الطريق ذا؟ هذا حي العزيزية شارع السبالة. هذا حي العزيزية شارع السبالة، ذا اللي قدامنا جنب سوق الخضار. جنب سوق الخضار راح تحصلون المحل هذا، هو يمينكم لا يفوتك للبلاستيك ولا يفوتك، وبجوجل موجود، حطوا بس الاسم ذا وراح ينزلك عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. هذا هو يمينكم لا يفوتك للبلاستيك.